الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. اعتماد الدفع الإلكتروني في مجال الخدمات خطوة بدأت تتوسع لتشمل عدة مؤسسات فندقية، إجراء سهل كثيرا التعاملات البنكية والمالية على التجار والسياح على حد سواء. العينة من ولاية وهران مع نوال اسماعيل فركي. آلية الدفع الإلكتروني استثمار رقمي تسعى المؤسسة الفندقية من خلال تطبيقه إلى تقديم باقة من الخدمات ذات نوعية وجودة لزبائنها. إنها تسهل على المواطن المعاملات au lieu qu'il se déplace vers la banque ou bien la poste. يخلص ديريكتومون، يتعامل بكل سلاسة. نحن سياسة فنادق قمنا بتطبيق هذه التقنية الرقمية تماشيا وتوجه الحكومة الجزائرية نحو تعميم استخدام الرقمنة في كل القطاعات الخاصة، قطاع السياحة والفندقة. هذا التطبيق سهلنا المهام تاعنا مع الزبون، مع كامل الزبائن تاعنا. التوجه الرقمي يأتي ضمن مساعي الدولة لاعتماد الرقمنة في جميع القطاعات الحيوية والتي لها علاقة مباشرة بالمواطن. مكنا المتعاملين الاقتصاديين من توفر هذه الخدمة لهم للسماح كالمؤسسات الفندقية كالمحل التجارية كالمتعاملين الاقتصاديين للسماح لجميع الزبائن لتخليص جميع فواتيرهم بجميع البطاقات البنكية أو البريدية متوفرة. كل عامل وكل إنسان اللي عنده مدخول يستطيع يروح للبنك نوفر له حساب ونوفر له بطاقة الدفع، وبهذا ينجي يتعامل فيما يخص التجارة الإلكترونية. بريد الجزائر يضم أكثر من 12 مليون حامل للبطاقة الذهبية اللي حاليا أنها تستعمل في عمليات السحب على المستوى الموزعات الآلية. البطاقة الرقمية تعميم استعمالها سيسهم لا محالة من تسهيل في التعاملات المالية. توقع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أفريكسيم بنك أن يبلغ النمو الاقتصادي للبلدان الإفريقية 3.8% عام 2024، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة النمو العالمية المتوقعة سابقا. جاء ذلك في آخر تقرير سنوي للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير. نتابع. أظهرت إحصائية اقتصادية أن الصادرات السعودية من النفط الخام قد تراجعت إلى 6 ملايين برميل يوميا، وتراجع إجمالي إنتاج النفط الخام السعودي وفقا لآخر تقرير لمنظمة أوبك بواقع 32 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي. وتعتزم المملكة العربية السعودية زيادة الإنتاج ليصل إلى مستوى 9 ملايين و 978 برميلا يوميا في الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر من عام 2025.
حذرت الصين من أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض تعريفات جمركية إضافية على واردات المركبات الكهربائية صينية الصنع ستقوض تحوله الأخضر منخفض الكربون وستقوض الاستجابة العالمية لتغير المناخ. واعتبرت بكين الخطوة تجاهلا للحقائق والقواعد وسبقا للأحداث، ما يعرض المنافسة العادلة للخطر. وحذرت الصين من أن التعريفات المقترحة إذ تم تنفيذها لن تضر الشركات الصينية فحسب، بل ستعيق أيضا التنمية الصحية طويلة الأجل لشركات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعطيل وتشويه صناعة السيارات وسلاسل التوريد في العالم. شهدت أسعار النفط في العالم اليوم ارتفاعا ملحوظا مسجلة أعلى مستوياتها منذ أكثر من شهر. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ب2% إلى 84 دولارا و25 سنتا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب2.4% إلى 80 دولارا و33 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وترقب السوق بيانات اقتصادية أمريكية جديدة. وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية ب0.2% لتسجل 2320 دولارا للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2335 دولارا للأوقية. ختاما إليكم عرضا لمؤشرات صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على المتابعة، السلام عليكم.